الجائزة الرئيسية لشاعرية أسلوبه ورهافة حسه في سرد وقائع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، ولقدرته على تصوير الشخصيات بكامل تعقيدها وتفردها لفيلم يحمل وعداً بإيماءة سينمائية تحمل في طياتها الفنية والسياسية معاً. فيلم نحن في انتظار اكتشاف هذه الإيماءات على الشاشة الكبيرة من خلاله. For the subtle and poetic way of telling the story of the occupation and its consequences on daily life, as well as its ability to portray characters in all their complexity and uniqueness. The promise of a gesture of cinema, political and artistic at the same time, that we look forward to discovering on the big screen. لجنة التحكيم قررت أن تذهب جائزة طائر الشمس للإنتاج لفيلم العلم.